مساء الخير، اهلا بحضراتكم في لايف جديد من تليجراف مصر. شاهدتم منذ قليل هذا الفيديو اللي تسبب بازمه كبيره جدا لدى كل الاوساط الاعلاميه والصحفيه والفنيه بسبب ما قام به الفنان احمد صلاح السعداني في وفاه والده الفنان العبقري صلاح السعداني امس، وانهياره وازمته من السب والقصف لاحد الزملاء اللي كانوا موجودين هنا. لكن خليني هنا اتوقف عند كلمه الزملاء. السؤال، هل من قام بسب احمد صلاح السعداني هو زميل صحفي واعلامي ام يوتيوبر او ممن يتجولون في العزاءات ويحبون التصوير والمشاهده وادعاء انهم صحفيين بين قوسين؟ لان ده مهم جدا هنتناوله في هذه الاخبار الهامه اللي صدرت منذ قليل عدد من البيانات الصحفيه والاعلاميه المباشره من عده نقابات تتحدث عن مدار وعن خلفيه الاحداث التي حدثت امس في جنازة الفنان العبقري صلاح السعداني. وفاة الفنان العظيم أمس عملت صدمة لدى الكثير من الإعلاميين والصحفيين والفنانين، وكان في عدد كبير منهم مما يعني صعق لهذا الخبر. خليني أقول لحضراتكم أنه كمان ظهر النهاردة أو منذ قليل توالت علينا البيانات الرسمية من نقابة المهن التمثيلية بقيادة أشرف زكي اللي طلع قرار أو بيان رسمي كما هو موضح لحضراتكم في تليجراف مصر، بيأكد ويمنع في وجود أي من الصحفيين المراسلين القنوات الإعلاميين بشكل كامل عن التواجد اليوم في هذه أو في هذا العزاء الكبير. خليني أقول لحضراتكم زميلي بس المايك هيتحط نوصل الصوت بالظبط عشان تسمعونا بشكل كويس علشان نقرا مع حضراتكم ماذا يحدث في هذه البيانات التي تتوالى وتخرج إلينا من نقابات الصحفيين ونقابة المهن التمثيلية. مرة تانية بنقول لحضراتكم أنه في بيان هام صدر منذ قليل من نقابة الصحفيين وأيضا من نقابة المهن التمثيلية تتقدم، هنتلو على حضراتكم هذا البيان اللي ظهر وخرج بشكل رسمي من نقابة المهن التمثيلية، ونطلع على حضراتكم البيان. تتقدم نقابة المهن التمثيلية بخالص التعازي والاحترام والتقدير لجموع الصحفيين ومراسلين القنوات التلفزيونية كافة. وهنا بيتحدث البيان عن جميع القنوات الإعلامية والصحفية وكل ما شابه. تعتذر النقابة للسادة الصحفيين والمراسلين وتناشدهم التفضل باحترام رغبة أسرة الفنان الراحل صلاح السعداني بعدم حضور الصحافة والإعلام والمراسلين اليوم لعزاء الراحل صلاح السعداني، حيث أن العزاء قاصر على العائلات والزملاء فقط. ولذلك تناشد نقابة المهن التمثيلية السادة الأفاضل الصحفيين ومراسلي القنوات، شكرا على كلمة الأفاضل، عدم الحضور احتراما وتقديرا لحالة الحزن والفراق ورغبة أسرة الفنان. وقد أعلن الأستاذ الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية بأنه سيتم الاتفاق على وضع أسس وقواعد تخص وتحدد آليات حضور مراسم الدفن أو الجلسات بين نقابة الصحفيين ونقابة المهن التمثيلية. نفصص البيان لانه في توابع حصل بعد البيان. قال في اول الفقره تعتذر نقابه المهن التمثيليه للساده الاعلاميين والصحفيين عن حضور الصحافه والاعلام. رقم واحد، السؤال هنا لاشرف زكي مباشره، هل الفنان العبقري صلاح السعداني ملك لنقابه المهنيين والصحفيين والاعلاميين فقط والمهن التمثيليه؟ هل هو فنان فقط يخص المهن التمثيليه ام انه رجل عبقري له ملكية عامة لكل الناس ولكل الصحفيين والإعلام؟ كيف سنوثق أيها النقيب هذه الجنازة وهذا العزاء العظيم اللي يحضره عديد من الفنانين سواء العرب أو المصريين أو غيره؟ من سيقوم اليوم بتوثيق هذه أو هذا العزاء؟ من، هل النقابة هتبعت مصور مثلا يصور العزاء وضيوفه ويأكد على هذا المكان أو على هذه ضخامة هذا الحدث؟ هل النقابة هتوفر للسادة الصحفيين والإعلاميين النهاردة ماتيريال أو بعض الصور والفيديوهات الخاصة بالعزاء؟ هل هو ملك فقط للإعلاميين أو للفنانين فقط؟ جنازة أم كلثوم حتى هذه اللحظة نراها بسبب الصحفيين والإعلاميين، بسبب أن تم توثيقها من الإعلاميين والصحفيين. جنازة الراحل الزعيم عبد الناصر هي أكبر جنازة في العالم أو جنازة في مصر،
تم توثيقها بسبب الصحفيين الإعلاميين. نحن نرى أنه طب كالعادة بالطبع وكان زميلنا يعني في الجورنان كان أكد أنه في عدد كبير من اليوتيوبر أو ممن يحب التجول والظهور في هذه الجنازات والحصول على بعض التصريح من الفنانين أو التصوير معهم هم من يشوهون الصورة الخاصة بالفنانين أو بالصحفيين. خليني أقول لحضراتكم كمان أنه أصدرت نقابة الصحفيين أو تحديدا أعلن الأستاذ محمود كمال عضو مجلس نقابة الصحفيين في بيان له على صفحته على السوشيال ميديا بأنه قال اجتماع مشترك بين نقابة الصحفيين ونقابة المهن التمثيلية علشان نحدد في قواعد والضوابط، هيكون يوم الأربع وهيعلن فيه إعلان مؤتمر صحفي كبير نظر الأحداث المتقررة فيما يتعلق جنازة المشاهير والفنانين والإعلاميين والرياضيين وخلافه ومن الشخصيات العامة. لذلك لابد من تدخل سريع وحاسم لمنع تكرار مثل ما حدث في هذا الفيديو اللي هنعيده لحضراتكم مرة تانية. الفيديو الكبير زميلنا هيوريه حضراتكم، هذا الفيديو اللي منشوره على كل وسائل التواصل الاجتماعي وكنا نشرناه كمان في التليجراف. زي ما حضراتكم شفتوا في هذا الفيديو مما حدث من ملاحقة لمنى زكي وأيضا انفعال من أحمد صلاح السعداني، ده اللي على أثره كمان نقابة الصحفيين طلعت بيان رسمي من خلال عضو مجلس نقابة الصحفيين الزميل محمود كمال اللي أكد أنه هيكون في مؤتمر صحفي يوم الأربعاء القادم لتحديد هذه الضوابط وكيفية التعامل مع الجنازات الخاصة بالمشاهير واللاعبين والرياضيين والفنانين وخلافه، وأنه أيضا من حق الإعلام والصحفيين أنه يؤرشف ويؤرخ لهذه الجنازات والعزاءات الهامة لكل هؤلاء المشاهير، لكنه سيضع بعض الضوابط بين قوسين اللي بتحتم انهاء هذه الازمات مرة اخرى. لكن اكد انه لابد كمان من انهاء فورا اي تغطية للجنازات او العزاءات حتى تاريخه اللي هو يوم الاربعاء القادم اللي هيكون فيه اعلان مشترك ما بين المهن التمثيلية وما بين الصحفيين لاعلان هذه الضوابط. لكن على الناحية الاخرى كان فيه لهذا البيان او لهذا القرار بيان اخر او تحديدا تويتة اخرى او تحديدا كمان بوست مهم للدكتور محمد الباز اللي دخل على الخط واكد رفضه التام لهذا البيان وقال في بوست ليه على صفحته نقطة نظام: من حق عائلة السعداني انها تحدد من يشارك في عزاء الفنان الراحل صلاح السعداني رغم انه ليس ملكا للعائلة وحدها وهذا هو وانه ملك للمحبين وجمهوره، لكن يجب ان تتحرى نقابة الممثلين الدقة في بياناتها التي نقلت من خلال رغبة أسرة السعداني التي أرى أنها ليست لائقة وتفتقد إلى الذوق الحقيقي، فما كان يمكنهم منع الصحفيين من تغطية العزاء دون اللجوء إلى بيان يعكس حالة العصبية الغاضبة بسبب موقف عابر. وأيضا أكد في هذا البوست أنه من يقومون بهذه الفوضى في الجنازات والعزاءات ليسوا مندوبين مواقع وقنوات بل أكثرهم من أصحاب الصفحات على الفيسبوك وتويتر ووسائل التواصل الاجتماعي الذين يبحثون عن المشاهدات تتحول إلى مكاسب مادية. وعليه فإن الحديث عن الصحفيين والإعلاميين في هذا البيان يفتقد إلى الدقة. وقال أيضا أن الصحافة ليست مهنة متطفلة ولا تنتهك الخصوصية وأن الناس دائما تبحث عن الفنانين وعائلتهم ولا تنتهك دائما أي حالات خاصة بهم ولو وقعت أخطاء من الصحفيين فهذا وارد وأيضا يقع من الفنانين. وقال كمان أن عائلة السعداني مطالبة باعتذار للصحفيين والإعلاميين وعلى النقابة سحب البيان الذي كان فاجا في تصريحه بيتكلم عن إعلان نقابة المهن التمثيلية وأنه كان يكتفي فقط هذا البيان بالتلميح إلى عزاء السعداني قاصرا على الأقارب. فالملاف السعد ختم
الدكتور محمد الباز هذا البوست بانه المراف السعد هي نقابه المهن التمثيليه او في نقابه الفنانين بشكل كامل. زي ما قلت لحضراتكم الناس كلها هنا عندها ازمه، وخلينا نفرق ما بين نقطتين في هذا البيان وفي هذا البوست الخاص بالدكتور محمد الباز. وكمان نشير ونؤكد احنا كصحفيين واعلاميين ما عندناش تطفل ولا انتهاك، بنحترم دائما وابدا كل ما يقع في هذه الازمات، ونبتعد كل ابتعاد عن الحياه الشخصيه، وفقط هو دورنا ان احنا ننقل لحضراتكم ما يحدث داخل العزاء او في هذه الجنازات. خلينا نقول مثلا ان ممكن الضوابط دي ممكن تبقى ايه؟ هل ممكن من حضراتكم تتخيلوا ان احنا نعمل لاين ومكان معين في العزاء او في الجنازة يقف فيه المصورين او المراسلين الصحفيين او المراسلين التلفزيونيين في مكان معين مخصص لإلقاء او لأخذ بعض التصريحات والتصوير، وانه كمان الجنازة تفوت بشكل معين ومحترم زي ما كان فيه بعض الاقتراحات من نقابة الصحفيين سابقا، انه في شركة متخصصة هتكون خاصة بالجنازات اللي هتقوم على تنفيذها؟ هل ممكن كمان نرى انه الاعلاميين عفوا الصحفيين او تحديدا الفنانين يلتزموا بقى بان هم يدوا تصريحات خاصه عن المتوفي او عن هذا المشهور سواء من الاعلاميين الرياضيين الصحفيين وخلافه؟ يعني هل حضرتك وانت رايح كفنان رايح لجنازه من جنازات المشهورين تقدم واجب العزاء، هل مش شايف انه من حقك ومن حق هذا المتوفي انك تلقي كلمه للاعلام تعبر فيها عن حزنك، عن دعمك للأسرة، عن ما كان بينك وبين هذا الفنان المشهور، عن آخر موقف، عن علاقتك الطيبة، عن حالة هذا الشخص قبل ما يتوفاه الله؟ كل هذه الفعاليات أو الأحاديث الصحفية والإعلامية بتؤرخ للجنازة. هل حضرتك كفنان مش ناسي خالص أو مش واخد بالك إنك هيكون عليك الدور أنت أو أنا فإنك ممكن تتوفى بكرة، ويبقى مطلوب إن احنا نؤرخ لجنازتك لعزائك ونعرف الناس قد إيه أنت كنت فنان محبوب ومهم لدى الوطن العربي ولدى الفنانين المصريين؟ لكن لابد كمان إن الصحافة أو نقابة الصحفيين زي ما قال محمود كمال زميلنا عضو مجلس نقابة الصحفيين الزميل المحترم وأيضا الدكتور محمد الباز، وأيضا هذه هي سياسة تحرير تليجراف مصر اللي بتؤكد إن احنا نبتعد عن الانتهاك الشخصي. نحن صحفيين في الأساس ننقل لحضراتكم الخبر ولا ندخل في أزمات ولا نأتي بأي فيديوهات أو صور أو فعاليات قد تخدم حالة أهالي المتوفي أو الحالة الصحفية بشكل عام. نحن نقوم بواجبنا في نقل ما يحدث في داخل الجنازة وداخل العزاء، ولكن إحنا قدام أزمة. بيان نقابة الصحفيين، بيان نقابة المهنة التمثيلية، وأيضا بعض البوستات للصحفيين والإعلاميين اللي بيرفضوا هذه البيانات وبيأكدوا أن لابد من نقطة نظام حقيقية، لكن لابد من منع كلمة منع أو انتشال هذه الكلمة من أي بيان. الصحفي لا يمنع لأنه يؤدي واجبه، الصحفي لا يمنع لأنه يؤدي مهامه العملية لإعلان حضراتكم ما يحدث في هذا الموقف وفي هذا الحدث. هذه هي البيانات اللي حضراتكم شفتوها. دكتور محمد الباز اكد انه هذا البيان مرفوض، بيان رسمي من نقابه الصحفيين وفرمان اكد منع الجنازات والعزاءات طوال هذه الفتره الى يوم الاربعاء القادم لتحديد الضوابط، وايضا بيان من نقابه المهنه التمثيليه بتؤكد اعتذار الاسره عن تلقي العزاء. لكن عايز اقول لحضراتكم محدش ابدا يقدر يبقى اذكى من الصحفيين. لو الصحفي عايز يدخل النهارده العزاء ويجيب تفاصيله هيقدر لانه ده واجبه ودوره المهني، لكن لابد من احترام كل مهنه او كل النقابه تحترم ضوابط مهنتها. الاعلام يقوم بعمله وهو نقل الاحداث والاخبار وتفسيرها وتحليلها، وايضا المهنه التمثيليه تقوم باداء الادوار التمثيليه واحنا بنتفرج عليها واحنا نقول حلو ووحش. بلاش النقابتين يدخلوا في صدام ويحصل أسامات، بدل ما تقولوا مين اللي ينفي ومين اللي يمنع ومين اللي يقف، امنعوا أصحاب الصفحات اللي موجودة على السوشيال ميديا، امنعوا من ليس لديه هوية إعلامية أو صحفية من التواجد في هذه العزاءات أو الجنازات أو حتى الأفراح اللي بيسيئوا لسمعة الصحفيين وسمعة الإعلام بشكل كامل. متواصلين مع حضراتكم في تليجراف مصر عشان نعرف تفاصيل ما يحدث في الشارع وفي الأحوال في كل حتة في مصر. في تليجراف مصر نحن لا ننقل الخبر، نحن نعيش مع حضراتكم الخبر. شكرا لحضراتكم، معكم أنا تامر مجدي.